سألني الأستاذ فؤاد المهندس عن أخطار الجفاف اللي بيصيب أطفالنا، وبعد ما شرحت له الموضوع هنسمع منه يكلمنا بأسلوبه الظريف عن أخطار الجفاف. يا أمو الصغير يسعد مساك، أنا عندي حبة كلام معاك، وقصدي منهم تخلي بالك وتخلي عينك على ضناك. عايز أتكلم معاك عن خطورة الجفاف على الأطفال. الجفاف ده بيجي بسبب الإسهال اللي زي المية أو النزلة المعوية، تخلي الطفل بعد الشر زي برتقانة المعصورة أو زي عود القصب المنصوص، عينيه دبلانة داخلة لجوه، جلده مكرمش ودايما عطشان ضعفان وهمدان. أهي دي علامات الجفاف اللي بيجي من الإسهال. طب الحل إيه؟ الحل محلول معالجة الجفاف. المحلول ده بيعوض العين كل السوائل اللي ضاعت منه، وفي مدة بسيطة قوي يرجع العين من تاني وشه زي القمر. ومحلول معالجة الجفاف موجود في المستشفيات، في الوحدات الصحية